بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز الأخبار. إذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد إن شاء الله. إذا في تقرير نشره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم أمس، فقد أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن الفار سوف يستخدم رسميا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، ويأتي هذا القرار من أجل الحد من الأخطاء التحكيمية التي تحدث في مثل هذه التظاهرة الإفريقية الكبيرة. قرار نعتبره قرار صائب، وإن شاء الله سوف يحد من الأخطاء الكارثية التي لطالما حدثت في كأس أمم إفريقيا. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية، نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.